الصحة والجمال، لون جديد للحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم طلاق ثلاثة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا بيمس كل بيت وأسرة مصرية، خصوصا في الأيام اللي احنا بنشوفها دي. النهاردة بنتكلم عن سوء التفاهم والحوار بين الزوجين، وبشرفنا النهاردة الأستاذ حازم محمد عبد السلام، مستشار التدريب والتنمية البشرية. ازيك يا فندم؟ أهلا بيك. شرفتنا أستاذ شريف، نتشرف بيك. طبعا هو البرنامج، اسم البرنامج طلاق بالثلاثة. طبعا احنا مش عايزين لا ثلاثة ولا اثنين ولا واحد. هو طبعا عنوان البرنامج الحلقة النهاردة طبعا سوء التفاهم، ده احد الاسباب اللي ممكن تؤدي الى مفهوم او 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 درجة الطلاق. احنا طبعا مش عايزين نوصل لكده، احنا طبعا بنتكلم عن طلاق ثلاثة الاعداد السيئة. ايوه بالظبط كده. طبعا عشان نوضح للسادة المشاهدين، مش عايزين طبعا الزوج يطلع الزوج، احنا عايزين كنت بالظبط كده. اهلا بيك. طبعا النقطة اللي احنا عايزين النهاردة نتكلم فيها اللي هو سوء التفاهم والحوار. طبعا احنا بنشوف طبعا يا استاذ يعني حازم في بدايه الزواج وحديث الزواج بيحصل اكيد بينهم مشاكل كتير جدا جدا، اكيد بتنتهي طبعا بمشاكل كتير. احنا عايزين نبين طبعا المشاهدين ايه هي اسس التفاهم والحوار بين الزوجين. تمام. طيب احنا عايزين نبتدي بنقطه مهمه جدا اللي هي مرحله الاختيار الشريك الحياه. البدايه الصحيحه دايما بتؤدي الى نتائج صحيحه. اهم نقطه بين الاثنين اللي عايزين يتجوزوا طبعا مفهوم الجواز. مفهوم الجواز بمنتهى البساطة كده، رجل وامرأة بيتفاهموا مع بعض، بيوصلوا لمرحلة ان هما بيحددوا هدف في حياتهم عايزين يحققوه. توحيد الهدف مهم جدا. طبعا حضرتك عارف الفترة اللي فاتت دي حصلت تغيرات معاصرة كتيرة جدا وسريعة، كان حصل فيها نوع من عدم التناسب في التوافق ما بين التعامل مع هذه الامور. تمام. يعني هتلاقي كل فرد او كل طرف بيتعامل مع الامور العصريه اللي حواليه بشكل مختلف. تمام. فده وصل لمرحله ان مفيش تكافؤ حتى لا فكري ولا ثقافي بينهم، هما الاثنين خلاص. تمام. مع كمان تنوع في التعليم، حضرتك عارف في تعليم خاص وتعليم عام وتعليم اللغات والكلام ده كله، فده برضو ادى نوع ان مفيش تكافؤ لا فكري ولا ثقافي والكلام ده كله. ده وصل لمرحله ان حتى اسلوب الحوار ابتدى يختلف. تمام. والمفاهيم اختلفت. فانا يهمني ان اي اثنين مقبلين على الزواج محتاجين ان هم يحددوا مع بعض ويتفقوا على هدف للزواج. تحديدهم هدف الزواج ده بيوصلهم لمرحلة ان هم بيحددوا اسلوب حتى للتفاهم، طريقة حياة، اسلوب حياة. حتى في حالة حدوث اي مشاكل او اي نوع من الخلافات لازم يحط لها اطار. طبعا بنلاقي خلافات زواجيه كتير جدا بالظبط كده. ده لو ما اتحدش في البدايه استاذ شريف طبعا انتهاء سيء جدا، احنا مش حابين ان هنكون حاجه زي كده. بالظبط كده. ده لو ما اتحددش من البدايه خلاص. هي الحياه بتاخدك والامور بتاخدك والاساليب، خلاص بتحصل مشاكل. تمام. طب دي لو ما اتفقش عليها من البدايه بتحصل مشاكل كبيره جدا. تمام. لو قلنا بقى حضرتك توحيد الهدف بينهم. توحيد الهدف بينهم طبعا دي حاجه مهمه جدا. طبعا. يعني بين الزوج والزوجه مش بينهم في اي توحد اي اهداف بينهم الاثنين. تمام. اهم حاجه تعريف مفهوم الزواج للطرفين. ايه الغرض من الزواج بالنسبه له؟ في طبعا ده قبل الزواج طبعا، عشان طبعا طبعا كل ده يتجوز وبعد كده يبرز الحاجات دي. تمام. هو ده المطلوب ان دي اول قاعده. فتره الخطوبه الهدف منها احنا مش بنجرب، لا احنا بنحط اسس سليمه. تمام. لبدايه حياه صحيحه. طيب اما بيوحدوا مفهوم الزواج بالنسبه لهم، الزواج يعني ليه هدف بسيط جدا، خلاص لازم كده نقوله سريعا، اعفاف الزوج او الرجل واعفاف المرأة، خلاص، وتكوين اسرة، يرضوا من فقدنا الهوية المصرية الاسلامية الفترة اللي فاتت دي كلها. وده احد الاسباب اللي احنا برضو جايين نقول ان لا، لازم تتحط مفاهيم واضحة حتى للطرف الثاني، سواء البنت اللي مقبلة على الزواج، احتياجاتها في الانسان اللي هي عندها استعداد تتجوزه، وايه السبب عايزه تتجوزه ليه. اكيد في اسباب مفروض ان هي تكون تتوافق مع اهدافها. تمام. مع ميولها، مع افكارها، بحيث انها في الاخر تقدر توصل للنتيجه اللي هي ايجابيه. بالظبط كده. اللي هو خلينا نتفق عليها السعاده الزوجيه. هي السعاده الزوجيه. السعاده الزوجيه، هو طبعا السعاده دي حاجه يعني ايه زي ما بيقولوا كده، صعب ان انت تنولها في الحياه، انما انت بتدور عليها كمان في الاخر. بس اكيد موجوده كتير، يعني اكيد موجوده كتير عندنا. خلينا نقول نبحث عنها. هي قليله طبعا يعني اكيد، بس في طبعا اكيد في حوار واسس تفاهم بين الزوجين بتتبني حاجات كتير جدا عليها، وهي مفاتيح النجاح. تمام. اللي احنا بنقول عليه دي مفاتيح النجاح او مقومات النجاح للزواج. تمام. وزي ما اتفقنا احنا لازم نتفق الاول ان
قصه الحياه يعني قصه الزواج دي مفروض انها تبقى قصه نجاح وليس تجربه. يعني في للاسف بعض الاطراف بتبقى داخله مفهوم التجربه، يعني الموضوع يكمل ما يكملش مش عارف ايه، طب ادينا بنجرب. الكلام ده طبعا كلام فاضي، يعني الكلام ده اساسا يعني ده معناه ان مفيش هدف مفيش غايه، لان طبيعي ان هيبقى في صعوبات. ممكن يا استاذ حازم ممكن نقول للاسره يعني بدايه الاسره المصريه بتستعجل شويه على الزواج، خصوصا ممكن يكون السن الصغير من الشباب. لا حضرتك يعني بتقترح ايه حاجه زي كده؟ والله انا شايف دلوقتي ان بقى العكس، ان بقى العكس بقى البعد عن الزواج مفيش. البعد عن لا الاقبال على الزواج طبعا قل الفتره اللي فاتت دي، وبسبب ان فعلا برضو ما بقاش في مفاهيم متشابهه، او خلينا نقول ما فيش توحيد لتعريف الزواج. ايه المطلوب من الزواج؟ طيب هل الزواج ده مرتبط بالماده؟ هل مرتبط باخلاق الطرفين؟ هل مرتبط بطموحاتهم؟ هل مرتبط بهدفهم في الحياه؟ لو هم اتفقوا الكلام ده من البدايه الطرفين، سواء حتى الرجل والمراه او الشاب والبنت او الفتاه او حتى اهليهم، لان برضه هتلاقي الاب ليه وجهه نظر في الابن. تمام. في الطرف اللي هو جاي. تمام. مقبل على 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 الزواج من بنته، وهتلاقي الام ليها نظره اخرى. وهتلاقي البنت نفسها ليها نظره ثالثه. ما ده اللي احنا عايزين نقوله. ان مفيش توحيد للهدف من هذا الزواج. ممكن يكون البعد عن ربنا برضو اكيد، يعني ده اساسي، دي حاجه ممكن يكون برضو ده اساسي، ده اساسي. طيب احنا عايزين نخش بقى في نقطه، ازاي نوصل لمرحله من ان احنا يبقى في نوع من التفاهم. طبعا التفاهم الحوار بينهم. برافو عليك. تمام. دي اهم نقطه. الحوار ده مختصره بتحضرني مقوله عن سيدنا ابي الدرداء، كان بيقول لزوجته، قال لها اذا يعني اذا ضايقتك، بمعنى اذا ضايقتك فانا المفروض ان انا اراضيكي، وانت اذا ضايقتيني فدورك ان انت تراضيني، والا لن يكون لنا عيش. انا عايز اوصل لنقطه ايه؟ ان كل واحد عارف هو غلطان في ايه. تمام. بس هو للاسف بيكابر، او يعني معتبر ان هو كل واحد مش عايز يعترف بالخطا بتاعه، مش عايز يعترف. فلا انا من جوايا ضمنيا انا معترف، فانا ابادر بالايه، بالصلح، او ابادر حتى يعني حضرتك عارف علاقه الزوج بالزوجه. طبعا علاقه بين الزوج والزوجه حلوه قوي يعني. طبعا احنا ممكن نشوف في نموذج معانا بعلاقه بين الزوج والزوجه، نشوفه مع حضرتك كده ونرجع لحضرتك تاني. يا ريت. اتفضل نشوفه. اتفضل. طبعا نموذج طبعا تفاهم وحوار بين الزوجين. تمام. حبينا نوضحه لهم برضه في سلام شهدين. والله هو طبعا مشهد جميل جدا لسبب بسيط جدا، هما ما اتكلموش في اصل المشكله. وهي دي الشطاره. تمام. علاقه الزوج بالزوجه خلاص ما هياش علاقه اصدقاء ولا علاقه زملاء في العمل ولا الكلام ده كله. في ود، في حب، في رومانسيه. ولا يعني برافو عليك، لا تعتمد فقط على المنطق وعلى العقل فقط. تمام. لا ده هي العاطفه، وهي دي الميزه ان علاقتهم مختلفه تماما. فاذا اللي مش هيستفيد منها في حل المشاكل يبقى هيفضل على طول بيتعامل بقى باسلوب مختلف، وغالبا صعب ان هو يقدر يوصل لحل المشاكل بسهوله. فهو ما شاء الله قدر ان هو يستغل يعني 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 خلينا نقول ايه امكانياته، وده المفروض ان الزوج يعني خلينا برضو نتفق على ان الزوج والزوجه لازم يكون عندهم ذكاء عاطفي. وده موجود على فكره عند المراه بشكل كبير جدا، وده نقدر كمان يعني نشوفه اما نكتشف ان او يعني حاجة اي امراه هتلاقيها بتتعامل مثلا مع اصدقائها بطريقه معينه، مع والدتها بطريقه اخرى، مع والده اخوها، مع اولادها، مع فهتلاقي هي عندها المراه هي مفتاح السر مثلا. طبعا. وهي برضه خلينا واضحين، ما هو الزوج برضه بيبقى يعني تحديدا حاجة يمكن عايزين نقول بمنتهى البساطه ان الزوج اسلوب تفكيره بيعتمد على الادراج. تمام. خلاص. تقفل درج تفتح درج، تقفل درج. انما المراه لا، ممكن تفتح كل الادراج في وقت واحد. فعندها قدره انها تتعامل او تعمل اكتر من 3-4 حاجات في نفس الوقت. ده ذكاء عاطفي، ده ذكاء اجتماعي. تمام. خلاص. طيب. فاحنا عايزين نقول ان هي ليها دور، وهي بتدي ايحاء للزوج كمان ان هي لا يعني عندها استعداد ان هي تتفاهم، بس انت برضو تفتح الباب، توري الباب، عشان حته العند والنديه اكبر مشاكل تقدر تقابل الزوجين، اللي هي ممكن تعوق اي حل او تمام. اسلوب لحل المشاكل. تمام. التوافق بقى يا استاذ حازم بين الزوجين، اسلوب التربيه، عايزين نتكلم بقى لو كلامنا عن اسلوب التربيه والتوافق بينهم. تمام. بين الزوجين بين لهم ازاي؟ خلينا نتفق ان فعلا في مشكله، يعني احنا عندنا بالفعل في مشكله كبيره، لان الهويه نفسها، الهويه المصريه يا استاذ شريف، انت حضرتك تخش اي بيت
هتلاقي الافراد كل واحد ليه اسلوب تفكير واسلوب طبعا حياة كل اسره مختلفه تماما عن الاسره الثانيه. وهتلاقيهم طبعا مفيش حاجه اسمها بنفطر مع بعض بنتغدى مع بعض، مفيش حديث مشترك، مفيش اهداف مشتركه، مفيش اهتمامات مشتركه، هتلاقي كل واحد بيتفرج لوحده على تلفزيون على ممكن تكون انت قاعد لوحدك كده تسمع صوت عالي جدا من اسره ثانيه، انت قاعد صوت بسيط صوت عالي مشكله جدا يعني بيقرب ما بالك بقى لو انت جايب خير بالكم طبعا يعني جاي لو جايب بقى طرفين من اسرتين مختلفين ايا كان بقى اسلوب تعليمهم ايه والكلام ده كله، طبعا ده بيؤدي بشكل كبير جدا تصادم او مشاكل. تمام. فخلينا نقول اول نقطه ان هم لازم يقعدوا مع بعض، لازم يتكلموا، خلاص تكلم لكي اعرفك. لو ما بيتكلموش يبقى مش هتعرف. المفروض ان كل واحد كمان بيلمح مين اللي بيحبه واللي ما بيحبوش. تمام. واخد بال حضرتك؟ وخلينا نتفق ان احد اهداف الزواج كل واحد يسعد الثاني، لان انا لما اسعد الطرف اللي قدامي، الطرف اللي قدامي هيساعدني، هيحاول يساعدني. اقصى جهده عشان يساعدني. فلو هما الاثنين اتفقوا على هذا المبدا هيوصلوا لحياه سعيده. للاسف اللي بيحصل غير كده ان ما حدش عنده استعداد ان هو اساسا مش عارف يسعد نفسه. طيب. ومش فاهم يعني ايه مفهوم السعاده ومش عارف حتى ايه مقاومتها، لان الحياه دلوقتي على قد ما هي صعبه على قد ما هي بقى فيها وسائل رفاهيه سهل كتير. الموضوع السهل ده كان بيجي لنا رسائل كتير جدا، هل الزوجه عايزه تخلي جوزها سعيد طبعا ولا مش عايزه تخلي جوزها سعيد؟ والله هي نفسها تبقى هي سعيده وكل واحد عايز هو بيطلب انما غالبا لا، يعني هو طبعا لازم البذل والعطاء في الجواز في الزواج ده اساسي خلاص، ولازم يكون ده الهدف، او خلينا نقول ده الوسيله للوصول للهدف. تمام. اذا ما كناش حاطين الكلام ده زي ما بيقولوا كده ايه في كل تصرفاتنا وكل علاقاتنا، انا بعمل الكلام ده، طب لو هيضايق الطرف اللي قدامي، طب ايه رد فعله؟ طب ايه النتيجه؟ طب التصادم هيوصل لايه؟ طب ما هتظهر المشكله، طب ده في مشكله قديمه بتاعت اول امبارح لسه ما اتحلتش، طب هنفضل بقى بهذا الوضع؟ طب وبعدين ما تراكم المشاكل دي جدا. وغالبا ما عندناش قدره على حلها. احنا بقى بندور على محكمه الاسره وبندور على ناس بتفهم وبندور على ناس متخصصين. طب ما ليه هما ما يكونوش اساسا عندهم مفاهيم لحل المشاكل، اسلوب لحل المشاكل؟ هو كل واحد خلاص فهم التاني. وخلينا نتفق ان الكلام ده مش سهل، الكلام ده محتاج فتره زمنيه. فلازم نضع لنفسينا فتره خلاص، او سواء فتره الخطوبه، فتره الخطوبه طبعا دي خلينا نقول ان هي برده ما بتبانش كل الشخصيه بالكامل، انما محتاجين على الاقل اول سنه زواج، ثاني سنه زواج الوضع بيتحسن، ثالث سنه زواج بيظهر فيه اطفال ولا حاجه، برده نتفق على اسلوب التربيه. مين المسؤول عن كذا؟ دور كل واحد ايه؟ واجباته ايه؟ حقوقه ايه؟ التربيه طبعا مهمه جدا. اسلوب التربيه مهمه جدا. الزوج والزوجه طبعا. وخلينا الزوجه هي بتربي بس وجوزها طول النهار في الشغل او ترجع، برضه بيكون في توافق بينهم هما الاثنين في حاجات مختلفه تماما. تمام. خلينا نتفق يا استاذ شريف ان الامور دي ما هياش اجتهادات شخصيه. ده علم. ومحتاج ان احنا نقراه ونفهمه، نحضر دورات متخصصه في هذا المجال. احد الـ 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 مش عيب، مش عيب طبعا. ده خالص انا عايز اقول ان هو ده احد وسائل الحل. اذا كنا بقى احنا دلوقتي عايزين برضو نلخص الموضوع، حتى الزوج والزوجه والابناء يعني. ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ شريف، كان انا كنت عايز اقولها في اول البرنامج. اتفضل. بعد اذنك، احنا البرنامج ده مش لطرف على حساب طرف. تمام. انا بالعكس انا كنت عايز المشاهدين اذا كان احد الرجال بيتفرج علينا يا ريت ينادي زوجته تعالي يا ستي نسمع مع بعض. طبعا اكيد. ونفس الطرف الثاني طبعا بيشوفوا دلوقتي ونفس الطرف الثاني وان شاء الله حتى في الاعاده. فانا اقصد ان لازم الاثنين يسمعوا نفس الموضوع. تمام. ده هيوفر كتير جدا من الجدال، لان حضرتك عشان فلان نشرح احنا بنحاول في برنامجنا ان احنا نحاول نحل نقول حل المشكله بالظبط وللطرفين. يا استاذ شريف مهم جدا عشان هو ساعات الواحد ما بيفهم خلاص بيحاول يتعالى شويه على الطرف الثاني. لا طبعا، على اعتبار كل واحد ليه دماغه فكره بالظبط كده. لا هما الاثنين يقعدوا يسمعوا نفس الشخص، نفس الشخص، وممكن يتناقشوا على نفس الموضوع. تمام. وفي الاخر هما ممكن يوجدوا لنفسهم وسيله او طريقه لحل المشكله. بحل هما الاثنين اكيد هيفيدهم هما الاثنين. تمام. فهما الاثنين غالبا هيوصلوا لمرحله احنا عايزين نوصلهم ان احنا نقعد مع بعضنا. بالظبط كده. ده البدايه، البدايه يقعدوا يتكلموا في كل حاجه. تكلم حضرتك حق فعلا النقطه دي. ناخد اتصال بسرعه ونرجع لحضرتك تاني. اتفضل. السلام عليكم. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شريف، ازيك يا حضرتك؟ اتفضل. الله وبركاته. شريف اهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ اتفضل. ازيك وازي الاستاذ محمد؟ دكتور محمد مشرف ومنور الدنيا كلها. انت والاستاذ محمد. دكتور حازم يا فندم معاك. اتفضل يا فندم. استاذ حازم معاك. اتفضل يا فندم. والله عندي سؤال يا استاذ شريف. السؤال بسيط قوي بالنسبه لل وطي بس حضرتك التلفزيون شويه. التي تزوجت. ماشي. الذي تزوجت وكانت يعني كانت متجوزه قبل كده وبعدين تزوجت ايه؟ عرفي. لحين ورود اسيمه الطلاق لاتمام الايه؟ الزواج بعد ذلك. تمام.
واتضح ان الاسئله الزواج الاتفاق اللي قبل كده لم ترد لحد حتى الان. تمام. حتى الان. فما موقف في هذا الزواج؟ تمام. العرفي. الزواج العرفي. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. انا معلش الصوت ما كانش واضح بالنسبه لي، حضرتك لو تقدر صحيح. توضح لي السؤال تاني. هو وجد طبعا هي اتجوزت عرفي، النصايح ليها ايه؟ طبعا لو اتجوزت قبل كده وقسمت الجواز لسه ما جاتش، فهل هيتجوز ثاني؟ تتعامل معاها ازاي؟ هو طبعا يعني ما دي احد المشاكل اللي حاصله دلوقتي، ان حتى يعني بقى في انواع للزواج يا استاذ شريف. طبعاً. احنا الزواج طول عمره ما لهوش غير نوع واحد احنا بنعرفه. خلاص دلوقتي طبعا ظهر زي ما حضرتك عارف العرفي والمسيار وكذا وكذا وكذا، مش عايزين نذكرهم طبعا للاسف كتير. خلاص واضح ان القسيمه لسه ما جاتش، فجوزت تاني حاجه زي كده. انا برضو السؤال مش واضح بالنسبه لي، انا مش عايز اجيب بدون لما كنت تبقى الصوره واضحه، فيعني ممكن اتواصل مع بعض البرنامج. انما اللي انا عايز اقوله ان فعلا حتى نوع الزواج نفسه خلاص هو المفروض ان في الهدف من الزواج زي ما قلنا تكوين اسره، وتكوين اسره لايه؟ للاطفال، بحيث ان احنا نقدر من خلالها ان احنا زي ما بيقولوا كده انشاء اطفال واجيال نقدر من خلالها ان شاء الله. خلاص. فاللي انا عايز اقوله ان لازم ده الهدف. حته الزواج العرفي ده انا بصراحه يعني انا شخصيا مش عايز، ده وجهه نظر شخصيه. تمام. انا اعترض عليه، بس انا عايز اقول ان هو دي بدايه المشاكل، خلينا برضو نتفق طبعا وبدايه غير صحيحه طبعا. خلاص بعد اذنك يعني انهي الكلام بهذا الشكل، ان انا دي بدايه غير صحيحه، دي ممكن تعمل لنا مشاكل كتير جدا بعد كده. صح. فخلينا معلش يعني نمسك ايه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاسس الصحيحه، الا وهو صح. الزواج الطبيعي طبعاً الشرعي. طبعا اكيد احنا وضحنا لهم طبعا للمشاهدين طبعا اسرار السعاده الزوجيه بشكل مبسط. وقت الحلقه طبعا اكيد انتهى، يعني نتمنى ان حضرتك طبعا معانا يا استاذ حازم حلقه 2 و3 ان شاء الله باذن الله. نتشرف يا استاذ. وقت الحلقه طبعا انتهى بسبب التاخير. انا طبعا انا بعتذر الطريق بس هو اللي عطلني شويه. لا ولا يهمك يا فندم. شكرا ليك استاذ حازم محمد عبد السلام، مستشار التدريب والتنميه البشريه. شكرا ليكم، كان معاكم شريف حسن، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.